أمير الشعراء. أمير الشعراء. ورفع الستار مع رمزي هل تعلم؟ أعطيني أعطيني كل حزين خوي أعطيني. الله. يا نوفل وخي ما زالولي نهارين معاكم السعدي بعدني عليه. حتى من أصحابي والناس في الشارع قالولي علاش تجاوب فيه. قلت لهم يكلاشي فيا. قالولي رجل كبير ما تخوش عليه. لذا يا نوفل هالشيوبة هذا أنا اليوم باش نعاود نربيه. الله تنمر الشيوبة. عملوا وثائقي على السعدي حبوا يفهموا منين تخلق. لو كان مش الديوان سخفت عليك وشفتك متقلق رانا سمعنا بسعدي الزيداني في شقف حرق. الله. السعدي اخرج من حياتي راني منك وليت نمل. السعدي عمل كاريير كبيرة واصبح قدوة في الفشل. نجي ناشط للراديو فرحان ننقز نشوفه يضربني الكسل. يا نوفل اخطاك منه وراه لا يوجد فيه امل. يا سعدي بر اخطاك وفكك مني يا وجه الشقالة. كان مش من نوفل راك تو تطلب بحد المنقالة. ما صوتك يضحك تقول احناش مضروب ببالة. هذا اخر كلام وقول اللي تحب. انا رمزي هل تعلم لا اجيب الحثالة. الله حثالة وقدوة في الفشل غيمون فجأتني. يكفي انك لهنا يوفى يوفى الحديث. فما جمل توجع توجع برشا. انا غاضني سعدي عندما يقال يا ربيب بلال انه سعدي قدوة في الفشل. هل تعتبرها هل تعتبرها قوية ربيب؟ قوية برشا وتصدمت انا بصراحة. بلال حلو هل ستؤثر على سعدي هذه؟ نفسي اللي تأثرت عليه قلبه ميت. قلبه ميت. نعرف سعدي قلبه ميت ولا يتأثر بيه. حط لنا وجه سعدي. سعدي تغشش بين. لا لا لم استمع لم استمع لان اريد ان حشرجات هذه تفاهت العبارات. هل كان هل كان شعرا ام اضغطه؟ لا 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 انها الحمى يهدي هذيان يهدي. انها الحمى البرازيلية انه يهدي يعني حتى النطق طريقة النطق صدقني أخ نوفل أستحي يعني هل هذه لغتنا العربية؟ هل هذه لغة الضاد؟ سيسي بويه بعدين. تفاهة العبارات تغني عن كل تعليق. إنهم يشيئون القامات. واو والآن مع سعدي زيداني تفضل. برافو شكرا الرد صادر إنني قادم. شعر تاع وستر الموسيقى. الموسيقى تاع يوم ماذا بيا ترجع لي النعيق. ساعة كلينستود خير. لا لا خلي سمحها لا رجع له سي الحبيب. شكرا سي الحبيب نعتذر شكرا. هذا أبي مبروك. هذه أمي مريم. هذا رمزي هل تعلم. نجز سيح ميح مع الريح كول الزعتر أشرب الشيح معاك الحروف الطيح معاك نحب النوفل نقول سيدي أذهب لأستريح معاك الشعر يتيح الشعر ينسل يتيح في بالك جابوا البلفيدير فيلا برا شوفها اش ناقصة اسهر بحذاها حتى الويلة ما هو العربي قال عام الفيلة يظهر لي عام اللي يتلكش لازمه كلمات وتقشتيلة مش عليك خونا رمزي اما تنجم تعمل تشليلة وهاني عليك باش نعف حاسس لحمك ولا يرعش وعينيك ولا تترف يوليش فيها تسميع كلام وعنف وضربان كف مالك إلا خويا ومن اللي جيت وليت نحب نحرق في شقف لنهار يسكتوا الميكروات ولا يطيح علينا السقف أكتفي بهذا القدر يعني كما يقال كما يقول يعني والآن نترك اللجنة هي اللي باش تحكم الحقيقة معناتها كل شيء يعني ربيب الإحساس أجبته
بصراحة سعدي، خلي رمزي على جنب، بتبعته نهارين وماشي. أما سعدي تطور تطور عجيب ورهيب جدا. أبدع سعدي ظننت وجود سفيان كان مأثر عليه سلبا. ولا مأثر، لا مش مأثر عليه، أما رميله الكورة كما قلوا احنا متاع هاني موسع في بالي برا، خليه يعني واعتبر هل سفيان باش يكون ديفيد. هل تعتقد انه اسلوب رمزي الهجومي سيؤثر على علاقتهم في الحلقات الجاية؟ هي علاقتهم متوترة متوترة ديجا من اول نهار، وتعرف كواليس وكذا. يلا يلا.